هل كل انواع الخل الابيض زي بعض وايه افضل نوع اختار؟ مش كل انواع الخل الابيض نفس الشيء، في عندنا خل ابيض طبيعي، وده هنلاقي هنلاحظ ان هو مكتوب عليه خل ابيض طبيعي وهيكتب لنا المصدر بتاعه، سواء بقى من قصب السكر او البنجر او اي نوع تاني من النباتات. وفي خل تاني بيكون محضر عن الطريقة الصناعية، وده بيكون محضر في المعامل، وده نوع ما ننصحش باستخدامه خاصة في وده هنلاقي على العبوات مكتوب خل بس، مش هنلاقي مكتوب جنبه طبيعي ولا اي حاجة. وحتى لو احنا نظرنا في البيانات اللي بتبقى موجودة على العبوات هنلاقي مكتوب خل او حامض الخل.